هلا والله. لعبة Death Stranding لعبة كبيرة وعميقة وفيها أشياء كثيرة تسوي فيها، وهنا بنعطيك 7 نصائح كيف تقدر تبدأ في اللعبة وتساعدك أنك تتقدم فيها. وقبل ما نبدأ لا تنسون تضغطوا اللايك وشاركوا بالقناة وفعلوا الجرس، والحين خلونا نبدأ. أول نصيحة معنا هي توزيع الشحنات على جسمك. اللعبة تقدم لك زر يرتب الأغراض بشكل تلقائي، فحرص على استغلالك لهذه الميزة، وتذكر دائما بأن الأغراض اللي راح تشيلها على كتافك والفخوذ ما تطيح منك لو زلق سام. موقع الأغراض اللي على ظهرك وترتيبها مهم وبيأثر على توازن شخصيتك. الشحنات تجي بعدة أحجام من السمول إلى الإكس لارج. الترتيب التلقائي دائما بيحط الشحنات الثقيلة تحت ولا خف فوق. في بداية اللعبة خذ وقتك في تعرف على ترتيب الشحنات على جسم سام، لأن هذا الشيء بيفيدك في آخر اللعبة لما زر الترتيب التلقائي بيكون عشوائي شوي. ثاني نصيحة، إيش تسوي الضرر للطرد الداخلي للشحنة ووسط المهمة؟ كل طرد في اللعبة له عددين طاقة، الطاقة الغلاف الخارجي للطرد، وهذا تقدر تستخدم البخاخ التصليح في انك تصلحه، والطاقة الطرد الداخلية او الطرد نفسه. هذه لو تضررت ما في اي طريقة انك تصلحها، لكن في حل، وهو انك تدخل على قائمة الطلب وتختار Redeploy Cargo، والطرد راح يختفي من عندك ويرجع للمكان اللي اخذته منه في المهمة. وكل اللي تسوي هو انك ترجع للمكان هذاك وتدخل على Private Locker الموجودة هناك، وراح تلقى الطرد موجود في خانة الكارغو، وراح يكون جديد ومن غير اي ضرر. المطر هو عدوك في اللعبة وصديقك. المطر يعرف باسم التايم فور، فكرته انه راح يسرع دورة الحياة لاي جسم يلمسه، وسام لابس ملابس تحميه، لكن الطرود ما في شيء يحميها من تأثير التايم فور، وبالتالي راح تتضرر، لكن تقدر تستخدم بخاخ التصليح وتصلح الطرود المتضررة اذا كان الضرر فقط بالخارجي. وايضا المطر راح يعبي القنينة حقتك اللي تقدر تعبي فيها الاستامينا، فيمكن يفيدك ويمكن يضرك. ابني كل شيء تبغاه، لا تبخل على نفسك، وقعد ابني جسور وسلالم وحبال في كل منطقة جتك فيها الفكرة في البناء، لأن واحد راح تسهل الطريق على نفسك وتخلي من تجربة أمتع بدلا من تحط الطريق الطويل، واثنين راح تطبق مفهوم اللعبة الأساسي وهو البناء حتى تكون علاقات مع اللاعبين وتسهل عليهم الطريق، وأيضا لو سهلت عليهم راح يعطونك لايكات أنك ساعدتهم في الطريق. النصيحة الخامسة، واتش تاور أو أبراج المراقبة. هذه الأبراج مفيدة جدا في تخطيط طريقك للتوصيل، لأن يمديك تشوف فيها تضاريس من حولك، وعلى طريقك الطرق المليانة بالحجارة أو الجبال اللي بتاخذ منك وقت طويل حق تتسلقها، وأيضا عن طريقها تقدر تشوف الشحنات الضائعة وتشوف أماكن الأعداء حتى تتجنبهم. ابني برج المراقبة حتى تخلي تجربتك سلسة، ومثل ما قلنا كثير ابنها حتى تساعد باقي اللاعبين أنك تربط العالم مع بعض. 6. ارتاح أكثر من مرة في غرفة سام. استعمال غرفة الخاصة لسام مرة مهم، لأن عن طريقها راح تقدر تاخذ أسلحة وقنابل بعد فترة معينة باللعبة. غير هذا إذا ما ارتحت ما بين المهمات عداد اللياقة حق سام بيقل، واللي هو الاستامينا، والبي بي حقك بيكثر توتره. فخذ قسم الراحة، تسبح وروح حمام وتبكرامة. غير هذه النقطتين برضو راح تشوف مشاهد سينمائية بين الفترة والثانية ما تظهر لك إلا في غرفة، وراح تساعدك في فهم أشياء كثيرة. وأيضا قبل ما تترك الغرفة تأكد إنك تشرب مشروب الطاقة مونستر عشان ترفع استامينا عندك بنسبة 25% أو أكثر. النصيحة السابعة والأخيرة، كيف تتصرف ضد البي تي؟ البي تي هم اللي يعرفون بالأعداء الرئيسيين في اللعبة ويكونوا مخفيين وراح تواجههم كثير. في البداية ما راح يكون عندك أي طريقة أو وسيلة إنك تواجههم، ولازم تتسلل من خلالهم. أول ما يجون البي تي راح يشتغل الرادار اللي على كتفك، وراح يبدأ يتحرك ويأشر جهة البي تي. طبعا البي تي ما تقدر تشوفه، لكن الرادار يحس فيه، وكل ما تقرب منهم راح يدور أكثر رادار في مكانه ويأشر بسرعة أكبر. وكذلك تسوي أن تضغط على زر R1 عشان تكشف الرادار وين مكان البي تي، وبعدها علق على زر R1 عشان تكتم نفسك وتتسلل من خلالهم ولا يحسون فيك. كرر هذه العملية إلى أن تعديهم، وراح ينبهم الرادار أنك عديت منهم بعد ما تخلص. وهذه كانت نصائحنا السبعة لDeath Stranding. كانكم بدأ الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.